بالنسبة لأبطال وكرت، هي غنية عملتها هلأ يعني جديدة، صار لها من كلماتي وألحاني من توزيع أنس كريم وهندسة صوت مؤيد الأطرش. الحمد لله صار لها فترة صغيرة نازلة وعملت لي نجاح منيح الحمد لله، وفي منها ردة فعل من الناس كتير حبيتها من بعد غنيتي الأولى اللي كانت السيجارة، والحمد لله كمان نالت نجاحات حلوة. انا هلا هالي عم بشتغل عليه اني اعمل فكره جديده، ما بدي اقلد حدا، عم غني الستايل اللي انا بحبه واللي بشوف حالي فيه واللي الناس حبته علي، وطبعا كتير عم بحاول اني استخدم كلمات بعدها مش مستخدمه قبل، وها يمكن سر انه نجحت الاغنيه الحمد لله. هي بتقول راح اغرب الكل رفقاتي وغير سيستم حياتي، والبي وجع لي راسي بدي اقطع له كارت. وعلبي بيقع زي بتحب صاحب سب وكتر فساد. مش مرتي اللي عقدتني، انا عقدوني كل الدنيا، عقدوني امي واختي ورفقاتنا وصديقاتنا كلهم يعني بموضوع على التليفون وعلى الفيسبوك وعلى الواتساب. بس اكثر شيء هلا عم يتابعوا مسلسلات تركية، حتى بتشوف بالكليب يعني قد ما البنت اللي انا عم بحكي معها بالكليب بتحضر مسلسلات تركية فكرتني مهند. الخطوة المقبلة هلأ إن شاء الله عم نحضر لشيء كتير حلو، في غنيتين فكر جديدة كمان، أنا قلت لك عم حاول أعمل أفكار جديدة إن شاء الله ما نطرحها قبل الصيف، وأكيد powered by music nation مثل كل مرة معودينا. وبدي وجه تحية لأستاذ خالد أغا، أكيد يمكن نجدد أغاني للموسيقار الراحل فريد الأطرش اللي بيكون عمي يعني. بحبك مهند. يعني انا عم فكر بتؤمر على راسه على عينه، وممكن غنيه لك تبع اوراق الشجر باسلوب جديد. وبالنسبه لانه لاستاذ فريد وست اسمهان، هني بعصرهم كانوا مميزين. ليش كمان يمكن استاذ فريد كان يعمل اغاني كمان فكر جديدي ويمكن خارجي من ناحيه الحوار او موضوع الغنيه، ودخل الغربي مع الغنيه، فهو كمان بوقتها كمان يمكن لقى كثير كومنتات انه عم يدخل الغربي بالعربي، فانا يمكن هلا يكون مبسوط مني بالعكس اذا شافني انه عم نعمل شيء جديد. انا ما بحب اتدخل بالسياسي، يعني انا اللي بيهمني من كل هالقصه سوريا، فانا بدي سوريا ترجع منيحه بغض النظر عن اي شيء. انا ثائر بالفن وبحب غير وبحب جدد وبكون عندي راي فني. عم بقدر اشبع انا منهم ليلي.